خالص. هوديها والله هوديها، بس لما تخلص حضانتها الأول. أمال مرش الصغير فين؟ أنا لسه منيماه، تحب أصحيهولك؟ لا 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 خالص، خليه نايم. أنا بس أستأذنك لما يصحى تقولي له عمك يحيى جاب لك مرتب أبوك. كتر ألف خيرك يا أستاذ يحيى، ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا أبدا. بقول لك ايه يا فخم؟ فخم؟ اه فخم. انا ملاحظ كده من وقت للتاني انت بتيجي تصوت على الحاره. هي ايه العباره بالظبط؟ وانت بقى تطلع مين يا عم النخوه؟ شيخ الحاره؟ لا مش القصد، بس يعني مش حلوه في حقي كده انك طالع نازل انت والبيه بتاعك قدامي، عيني عينك. طب اسمع بقى يا عمهم، احنا بنيجي نشقر على ست عفاف مرات مرش الله يرحمه. ست عفاف؟ بس اللي عارفه ان الست عفاف دي عايشه لوحدها. عارفين ان هي عايشه لوحدها، عشان كده بنيجي نشقر عليها من الوقت للتاني عشان نعمل معاها الواجب. طب اسمع بقى يا فخي، انت تاخد الواجب بتاعك ده وتمشي من المنطقه دي خالص وما المحكش هنا. في حاجه حربي؟ حد بيقول حاجه؟ حد بيتكلم معاك في حاجه؟ لا يا ريس سلامتك. طب يلا ما بديهاش بقى، قلت لازم اصالحك. يعني خلاص بقى، مش موضوع تافه زي ده يتخانق نتخانق. بعدين هو انت مش واثق في مراتك يعني ولا ايه؟ وايه اللي جاب الثقه للي مزعلني؟ طيب خلاص، انا اصلا كنت بحاول افهم سمير ان احنا سلمى الله يرضى عليكي، انا مش عايز افتح الموضوع ده تاني. ماشي، طب حقك عليا، انا اسف. افتكر اي حاجه حلوه انا عملتها، افتكر ان استنيتك شهور. انا بحبك يعني. والله العظيم وانا كمان. طب اقول لك على حاجه وتصدقيني، انا من غيرك بتوه، وانا مش عايز اتوه تاني يا حياه. يحيى انا اسف. على ايه ولا ايه؟ على كل حاجة. صدقني والله أي ست في الدنيا كانت هتبقى مكاني وجالها مسج إن جوزها بيخونها أو ومتجوز عليها كانت هتعمل نفس اللي أنا عملته ده بالظبط. بس أنا مش متجوز أي ست. أنا متجوزك أنتِ. غيرت عليك يا يحيى. الأيام الغيرة بتبقى حلوة لما بتزود الحب. وتخلي العشرة تهون. إنما لما تتحول بقى لشغل مخربة وجواسيس وتدوير. اسمها شك مش غيرة. ما خلاص بقى، قلت لك أنا آسف. خلاص يا ستي ماشي، بس انا يعني عارفه انك جدع، كنتش اعرف انك جدع قوي كده. ما هي ما بتهونش غير على الغلبانه بنت الناس. يعني ايه؟ يعني ما يحسش بالغلبان غير الغلبان اللي زيه. الواد مرش كان طيب، جابها من تحت قوي، اتقتل بسببي. كانش ينفع يعني اسيب عيال من غير مصاريف ومرايه. ربنا يحبب فيك خلو كمان وكمان. مالك قلب على انا الساخره دي؟ طب والنبي بحبك. كل مره كنت بسيب فيها يوسف كنت بزعل قوي عليه، بس المره دي لما سيبنا بعض حسيت ان انا زعلانه اكتر على الوقت اللي ضاع معايا. عارف يا حازم، أنا عملت كل حاجة عشان علاقتي بيوسف تنجح، ده غير إن أنا صبرت عليه كتير قوي كمان. عشان كده لما اديت له ظهري ومشيت حسيت إن أنا مش محتاجة تاني إن أنا أرجع أبص عليه. مش ندمان، بس ده ما يمنعش إنك ممكن تكوني لسه بتحبيه. إحنا في ناس بنسيبها تمشي من حياتنا
بس بيفضل مكانهم فاضي على أمل إن هم يرجعوا في يوم من الأيام. وحتى لو ما رجعوش على فكرة مفيش حد بيملى مكانهم. ده معناه إن لسه في مكان جواك لشمس؟ أنت هتردي عليها سؤال بسؤال ولا إيه؟ وبعدين أنا اللي سألتك الأول، إيه؟ لسه بتحبيه؟ مش عارفة، مخبيش عليك يا حازم، أنا ما بقتش عارفة إيه هو الحب أصلا. وأنت؟ لا أنا بقيت متأكد من مشاعري ناحية شمس خلاص. إيه؟ مش عارف. بقول لك إيه؟ بيعملوا هنا شوربة كوارع تحفة. جرسون؟ ما هنا لازم تزودي بعد أي كلمة. ياه، أخيراً ضحكتي. أنت كنت داخل رهان ولا إيه؟ مش بالظبط، بس بصراحة بتبقي زي القمر وأنت بتضحكي. نفسي افضل شايفك بتضحكي على طول. ايه؟ ضايقتك؟ بصراحة يوسف أنا حاسة إن أنت كل اللي أنت بتعمله معايا ده مجرد عاطفة. يعني عشان صداقتك مع عماد الله يرحمه. بس أنت مش مضطر. مش مضطر؟ مش مضطر يا يوسف تعمل معايا كده. ما تعملش حاجة أنت مش حاسسها. أحسن لي وأحسن لك. يوسف أنا بحترمك قوي، بس أرجوك وأنت بتتعامل معايا اتعامل بقلبك مش بضميرك. هتوعدني؟ أوعدك. طب إيه؟ مش هناكل ولا إيه؟ جرسون؟ أنا برضه لازم تزودي عقوبة بعد كل كده. طيب بما اننا فتحنا صفحة جديدة انا عاوز ده اشوفه فعل مش كلام، يعني ما نبقاش في الوش حبايب واخوات واصحاب، واول ما ندي ظهرنا لبعض نبتدي نلوش. صح كلامك يا سليم بيه، وانا عن نفسي نسيت كل حاجة. المهم بقى انتوا نسيتوا. انسى ازاي يا مروان؟ انسى ازاي وانا كل ما احاول اقوم وما اقدرش بفتكرك؟ انا ماليش دعوه يا حازم باللي حصل لك، انت اللي وقعت. خلاص خلاص انتهينا، احنا اتفقنا نفتح صفحه جديده يبقى نفتح صفحه جديده. طب يا عمي لما انتوا واخدين قرارات جايبيني هنا اعمل ايه؟ ما كنتوا كلمتوني بلغتوني. جايبك علشان تسمع اللي هنقرره يا حازم وتوافق عليه وتلتزم بيه. حاضر يا عمي انا موافق، هستأذنكوا عشان أنا عندي شغل. اتفضل. فارس بعد إذنك عايزك في كلمتين. وماله؟ أول مرة نتعود على بعض، ولو اني ما عرفش هتعود عليك يبدأ. هتعود هتعود يا عم. بعد اذنك. اتفضل يا فارس. نورت يا مروان. تسلم اسلم بيه. طيب يا عمي بما ان الحمد لله النفوس رضيت، انا بقول بقى نفتح سوا اللي اتكلمنا فيه قبل كده. انسى يا يحيى، الموضوع ده اتقفل خلاص. انت ليه مصر تخلي ده اخر كلامنا؟ عشان لو ما عملتش كده هتبقى دي اخرتنا كلنا. وبعدين ما تنساش ان انت وعدت اخواتك انك خلاص مش هتشتغل في السلاح تاني. طب ناخد رأي الناس على الاقل في اللي بنتكلم فيه. يحيى اسمع الكلام اللي انا بقولك عليه. انا فاهم كويس انا بقولك ايه، ونصيحة من عمك سليم، لو عاوز تبقى لعيب شاطر وحبيت تلعب لعبة حلوة العبها صايمة. يعني ايه؟ يعني ما تاخدش رأيي.
قول لي يا فارس، ليك في السيجارة؟ لا، بحس انه مبالغ فيه قوي. مش تجيلي على يدك ده؟ تصدق بالله ما في حد مبالغ فيه غيرك. قصدك ايه؟ بهزر يا فارس، بهزر. اهو العرق الصعيدي ده سبب كل اللي احنا فيه دلوقتي. شوف فارس، انا عارف ان في ما بيننا عداوه كبيره، بس انا مش عارف تصدقني ولا لا. انا بستجدعك قوي على فكره. لا صح، بتستجدعني. امال لو كنت بتستخيبني كنت عملت فيا ايه؟ محدش فينا سلم من التاني يا عم فارس. اهم حاجه انك تعرف قيمه عدوك. وانت لو ما كنتش راجل صح ما كنتش حطيتك في دماغي على فكره. ماشي، وانا هصدقك. وانت كمان يا مروان دمك حامي وما بتسيبش حقك، وهي دي الحسنه الوحيده اللي فيك. طب ما حلو قوي الكلام ده. احنا ناخد حسنتك على جدعنتي وننزل نخرج بيها مع بعض. قصدك ايه؟ هسهرك سهره يا فارس هترجع منها تتكلم انجليزي. تعرف يا مروان، انا كان نفسي اعرف الشيطان بيفكر كيف. دلوقتي لقيت ان الشيطان بيفكر زي مروان. انت ايه؟ اعوذ بالله منك يا شيخ. شاور عقلك. لا، انا ماليش في جو الخبص ده. خبص؟ انا بعد خبص ده هسيبك براحتك. بقول لك ايه؟ ايه بقى؟ ما تروح تسهر انت وتجيب صباع الديناميت ده اجربه. صباع ديناميت؟ يا ريت نرجع اعداء تاني. ودي بتشرب منين ده؟ يا ابو شربت من جفاه. هل انا كنت مبسوط قوي وانا بصالحه وترتب الفرحه كده وهو بيضحك في الاخر يقول لي يا حياه. اكيد مش قصده يا سلمى، علي بيحبك. هو لو اياد ناداكي باسم واحده تانيه هتقولي مش قصده عادي؟ تعملوا ايه بقى يا بناتين؟ ايه ده؟ مالك يا سلمى؟ مفيش حاجة. مفيش؟ مالك يا حبيبتي؟ زعلانة من علي. انتوا اتخانقتوا؟ لا لا، ده هو سوء تفاهم بس. علي غلط في اسمها وهو بيتكلم معاها، ناداها باسم طليقته. ايه ياسمين، انا ما يغلطش في اسمي. وهو ده اللي مزعلك؟ وهي دي حاجة ما تزعلش؟ انت واثقة انه بيحبك ولا لا؟ كنت، بس بعد الموقف ده خلاص. بس هو فعلا يعني صعب حد ينسى حد عاش في حياته لفترة. احنا كلنا بنغلط. انت نفسك ممكن تنطقي اسمه غلط. وزي ما انت قلتي، هي كانت شريكة حياته لفترة من الفترات. يعني اكيد العلاقة دي باقي منها حاجة. مش ممكن نعيش حاجة وننساها او تتمحي او تتمسح من حياتنا، بس برضه ده مش معناه انه بيحبها. ممكن تكون خطرت على باله لاي سبب تاني. وهي يعني ما تجيش على باله غير وانا بصالحه؟ تيجي غيران عليه للدرجه دي؟ سلمى اصلها ما حبتش في حياتها غير علي. لو كان بيحبها ما كانش طلقها، ولو ما كانش بيحبك ما كانش يرجع لي. عيش يا سلمى، ما توقفيش عند المحطات دي. الحاجات دي هي اللي بتستهلكك وتستهلك طاقتك. فكري في حاجة واحدة بس، ازاي تبقي مبسوطة؟ ازاي تتصالحي مع نفسك؟ احنا بنعيش مرة واحدة بس. بقولك يا شهد، مفيش أخبار عن يوسف؟ يوسف؟ وده إيه اللي جابه على بالك دلوقتي؟ لا مفيش، امبارح كنت بطلع نمرة تليفون حد وبعدين اسمه ظهر قدامي، فقعدت أفكر. حسيت إن أنت يعني ممكن تكوني ظلمتيه. ظلمته؟ يا شيخ الله يسامحك، يوسف دلوقتي مرتبط بالباش مهندسة شمس، حبيبة حازم الأولانية. حازم العطار؟
هو انتوا بتعندوا في بعض ولا ايه؟ ايه بنعاند في بعض دي يا بسمة؟ واحنا عيال صغيرة. بس عارفة يا بسمة؟ أنا لما بفتكر الموضوع ده بضحك جدا. بتضحكي؟ ده على أساس إنها مش مقصودة يعني؟ والله بالنسبة لي هي فعلا مش مقصودة. أصل أنا عارفة من الأول إن شمسة كانت حبيبة حازم الأولانية. بالنسبة بقى ليوسف مش عارفة بصراحة. بس أنا كل فاكرة إن هو فعلا كان بيحكي لي دايما عن عماد. أخو شمسة الله يرحمه. كان صاحبه في الكلية. سبحان الله. ده كأن ربنا له حكمة إن أنتوا الأربعة تفضلوا بقية حياتكم ندمانين على بعض. بسمة يا حبيبتي، هو أنتِ لو قلتي كلمة حلوة بس هتتحرقي؟ هي الحقيقة بتزعل قوي كده؟ أنا ما قلتش غير الحقيقة. تمام. المهم دلوقتي إنك تحاول تخلي موضوع تجميد الأرصدة ده مستمر أطول وقت ممكن. طول ما العطارين مش قادرين يتحكموا في فلوسهم هيفضلوا في مكانهم ومش هيتقدموا خطوة لقدام. ما تقلقش، الموضوع ده تم برجالتي يعني بمعرفتي. لا حد هيتكشف ولا حد هيعرف حاجة. نفذ اللي بقولك عليه. سلام. الباشا الكبير بتاعنا. اه في جديد يا سمير؟ سمير الرايق طول عمره ملك الاكسكلوزيف سعادتك. ايه الرايق؟ كنت كلمت سعادتك قبل كده عن ماجي الخربوطلي، فاكرها؟ فاكرها. عايز اتقابل مع عليك. لما تحب تحكي لي حاجه اتكلم على طول، مش لازم كل شويه اسال. بتقول انها عاوزه معاليك في موضوع مهم. رتب لها ميعاد. اوامرك سعادتك. انا دلوقتي عايزك في موضوع اهم. في مستردات عند سليم العطار. انا عايزها. وطبعا هو شايلها في مكان محدش هيبقى عارفه الا لو كان قريب قوي منه. يبقى مفيش غيره. فتحي الرايق. ابويا لا مؤاخذة. يبقى تعرف من فتحي سليم بيشيل اوراق المهمة فين وتيجي تقول لي. وعايزك اليومين دول تركز شوية في الكباريه. عايز اخبار التجار اللي عندك كلها تبقى عندي قبل ما يخرجوا من عندك. قبل ما يقولوها معاليك تكون عندك. وكده كده انا موصي سامي ما يسيبش شبر في الكباريه غير لما يعرف ايه اللي بيحصل فيه. وهشرف على الموضوع ده بنفسي. وهزود النبطشية كمان. امشي. طب استأذن انا معاليك. كاركتر غريب ومش مفهوم ادهم اخوكي ده. ده مسكين حياته بجد كانت صعبة قوي. انتي عارفة انا بحبك ليه؟ عشان انتي طيبة جدا وبتحبي اخواتك كلهم، وده بيعليكي قوي في نظري. وانتي كمان يا باري، يعني رغم كل المشاكل اللي كانت بينك وبين مامي بس انا شايفة انتي قد ايه بتحبيها. ده كفاية انك سبتي كل حاجة وجيتي تقعدي معانا في غيابها. طبعا بحبها، دي اختي. طيب بما اننا اتكلمنا في الموضوع ده كنت عايزه اطلب منك طلب. انتي من غير ما تسالي تقولي على طول. كنت عايزه افكرك بس بموضوع القضيه اللي كانت بينك وبين ماما، اللي هي بخصوص القصر. المحامي كلمني امبارح وقال لي ان القضيه دي لسه شغاله. القضيه؟ اه كويس انك قلتيلي. طبعا هكلمه. ميرسي يا باري، ربنا يخليكي لينا. ربنا يخليكوا انتوا ليا. بصي سلمى، انا اسف. طب حقك علي. طب شوفي جبت لك ايه. انت بكره لما تجيبي بينها سامحه انا مش عيله صغيره يا علي. يا ريتك عيله صغيره كنت لسه طيبه.
يا بنت والله العظيم بحبك. ما اتجوزتها ليه؟ ليكي في ظروف تانية خالص وحب تاني، مشاعر مختلفة، ممكن تكون مشاعر كدابة. ودينا ها ايه اللي حصل؟ رجعت لك انت؟ خدي بقى ما تكسفيش يدي. طب احلف انك نسيتها. والله العظيم ما افتكرتها اصلا عشان انساها. وعلى فكره بقى انا جبت لك الخاتم ده من قبل ما ازعل لما اخترتيه على النت. تتجوزيني؟ ايه؟ ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك ابدا. مش جايباني واسطه ولا حاجه يا نوح. وبعدين يعني انا شايفه ان خديجه ما طلبتش طلب غريب قوي. انت مش واسطه بس، بقيتي محاميه كمان. ولا محاميه ولا واسطه يا نوح. ليلى باختصار قالت الكلمتين اللي انا كنت عاوزه اقولهم، والباقي عندك. لازم ترد، لو وافقت نتكلم على طول في الشغل. أما إذا يعني رفضت عادي، انسى خالص إن أنا جيت. ده بالنسبة لي كلام أفهمه، لكن بقى طبيعي مش عارف أكل العيال والحاجات دي، بالنسبة لي كلام مش مفهوم. تقدري تتكلمي يا خديجة. كلام عندك يا نوح. أنا عارف إن توحيد ما قتلش فيروز. نعم. طب ليه يا نوح؟ ولما انت عارف ان توحيد ما قتلش فيروز؟ توحيد كان بيلعب مع سيف ضدي، وكان مأمن نفسه بكام راجل حواليه عشان لما يقع يجيبهم معاه يشهدوا لصالحه قدامي ويقولوا انه كان بيلعب لصالحي. بس للأسف كلهم خانوه قالوا لي كلهم. يا خديجة أنا عذرك عذرك، عارف إنك اترملتي ومش عارفة أنت بتعملي إيه، لأني لما عرفت إنك أنت اللي دخلتي البضاعة لسيف العزازي عدتها لك، مع إن الطبيعي وإن المفروض كنت أقتلك. عرفت إن أنا كنت عذرك؟ نوح أنا عاوز أشتغل. أنا اللي شغلك. هشغلك، بس هقولك حاجة واحدة بقى ايه عشان ابقى خلصت كل الكلام. انا عادة بدي فرصة واحدة بس، وانتي خلاص خدتي الفرصة دي. يعني لو عرفت ان ليكي اي هدف تاني غير انك تشتغلي منصور. قالوا لي ان الكبير سأل علي. ربنا يكرم اصلك يا ست الكل، اتفضلي ارتاحي. كنت عاوز حاجه؟ كنت عاوز شويه ورق من اللي مع حضرتك. ورق؟ ورق ايه؟ العقود والاوراق اللي انا اديتهم لك اخر مره. كنت عاوز الورق ليه؟ عاوزهم عشان عاوزهم. وبعدين المفروض الورق ده يفضل مع الكبير. ولما حضرتك خدت الورق اخر مره قلت انك هتقضي بمصلحه وتجيبي تاني. ولا حضرتك شايفه ايه؟ اقضي بيه مصلحه عاوزه عشان عاوزه. يا الورق عندي في الاوضه. طبعا يا بيري هانم الورق معاكي كانه معايا بالظبط. احنا عيله واحده. وأنا مش عايزك خالص تكون اتضايقتي من كلامي. صح. معايا زي ما معاك. أنا هجيب لك الورق. شكرا يا بريهانة. بادكوا يا يحيى.
اوبا فين السوان جامده اهي؟ قلت له عليك وغفر ليك. اياك اتجنيت، انت مين؟ وجاي عند مين هنا؟ يا سيدي دول ما بيحبوش كده، دول بيحبوا الراجل الحامش.